في أثناء السجود كيف يكون وضع اليدين؟ هل يكون تحت الصدر أم على الجانب؟ يكون وضع اليدين حذاء المنكبين، يكون حذاء المنكبين، ويجعل أصابع مبسوطة على الأرض أو على المصلى وأصابعها ممدودة إلى القبلة. هذا هو وضع اليدين، ويخرج بين عضديه وجنبيه إذا أمكن، يعني لا يلصق عضديه بجنبيه بل يخرج بينهما إذا أمكن ولم يضايق من بجانبه. نعم، جزاكم الله خيرا.